بس عمرو معاه برضه عنوان لطيف قوي. عمرو السوليه. عمرو السوليه هيعتزل نهايه الموسم، هيرحل عن الاهلي بنهايه الموسم، عنده مشكله اصابات عضليه. ايه حكايه عمرو السوليه؟ بص، في الاول بس عايزين نشيد بمسيره عمرو السوليه مع النادي الاهلي. طبعا 17 بطوله طبعا في حوالي 7-8 سنين منتخب مصر، حاجه عظيمه منتخب مصر. حته الاصابات دي غصب عن اي لاعب، يعني اكيد اي لاعب عايز يتمنى انه يكمل في النادي الاهلي. لكن انا جاي لك النهارده بمعلومه، بنسبه كبيره عمرو السوليه خارج الاهلي نهايه الموسم. نهايه الموسم ده خارج الاهلي اعتزال ولا خارج الاهلي؟ لا، خارج الاهلي. عنده حاجه في الامارات بنسبه كبيره، ممكن يبقى عمرو السوليه ان شاء الله في الامارات السنه الجايه. في السنه الجايه ليه بقى؟ حته الاصابات، وحته ان هو خلاص هو شايف ان كده مش عمرو بشكل عام يعني، لكن هو خلاص يعني شايف حته الاصابات كتير. هو بعيد، مش عمرو هو اللي شايف، الاهلي هو اللي شايف. بالظبط بالظبط، ده حاجه جوه لجنه التخطيط. الجهاز الفني شايف ان السوليه بعيد جدا عن ملعب الفتره اللي فاتت. يمكن كان اتصاب مزق في الخلفيه نهايه الموسم، طولت شويه. عمل فتره اعداد خلال يعني الاجازه اللي اللعيبه كانت خدتها الفتره اللي فاتت، رجع بعد كده اتصاب تاني في تاني تمرينه للفرقه في بدايه فتره الاعداد. فهو شايف ان كده الاصابات بتزيد، وفي اصابات ممكن اكابين مثلا تقعد مثلا اسبوع 10 ايام وترجع، لكن لو اصابه كل اصابه تقعد فيها شهر ونص او شهرين، ما اعتقدش ده هيكون مفيد بالنسبه للفريق يعني. عظيم جدا، لعيب عظيم عمرو السوليه جدا طبعا، ما حدش يقدر ينكر. السنه اللي فاتت، السنتين ثلاثه اللي فاتوا كان بيتحط عليه التشكيل يعني، وبيلعب كل الماتشات. بالظبط، لو في دوره رمضانيه هيلعبها، لو ماتشاته دي هيلعبها، منتخب مصر طول الوقت. فانا بقول لك عاده النادي الاهلي يعني لو انتهت السنه دي هتنتهي بشكل محترم جدا، زي ما الاهلي دايما بيعمل مع نجوم الكوار. وعمرو السوليه من اللعيبه اللي ممكن تبقى الفتره الجايه كمان من الكوادر اللي الاهلي ممكن يحط بقى الفتره الجايه. فوارد جدا عمرو السوليه السنه الجايه في الدوري الاماراتي او في اي مكان خارج النادي الاهلي.